بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا امبارح بعد العصر حوالي الساعة 5:30 نفاجأ بدورية للجيش جاءت على مستقبل ما بيحمل أوراق، فبدهن أوراقه. طبعا هم ظنوا انه ما فيه أوراق، الشاب اجى برزلن الأوراق اذ انصدموا، فبدأوا بضرب الناس، صاحب المسيجل واللي كانوا حده، ثم ولد شاب حامل بنات تنتين، طبعا أخوه اللي ضربوه الجيش، بدأوا بضرب الناس بأعقاب الأسلحة، طبعا مما شكل حالة من الغليان عند الناس، فقامت بالتصدي لهم. تم اعتقال شابين، فقامت الناس طبعا رمت عليهم حجارة، وهذا الكلام كان بوسط المخيم، مش كما تتناقل وسائل الإعلام على حواجز الجيش، لا، هذا الكلام في وسط المخيم، معروف انه بالوسط المخيم. فقامت الناس ب تخليص الشابين من الاعتقال، فقاموا بإطلاق النار بغزارة في الهواء، فأرعبوا الأطفال والنساء وذهبوا إلى بيت الشاب الذي يمتلك المستيجل، فاقتحموا البيت وضربوا امرأة. هنا قمنا بإغلاق الطريق الرئيسي في المخيم بالإطارات، وطلبنا بكرامتنا فقط، يعني أوقدنا بعض الأطر الإطارات المشتعلة، وقفنا بالشارع سلميين لا نملك شيء، أصلا مخيم نهر البارد ما فيه شيء. وإذ نتفاجأ بعشرات المدلات من صوب العبد ومن صوب المخيم القديم، وهجموا علينا وبدأوا بإطلاق النار بغزارة، استمرت أكثر من ربع ساعة، وكانوا يعني أنا كنت بالقرب من الشاب الله يرحمه أحمد قاسم اللي استشهد، رأيت العسكري وهو يصوب البندقية باتجاهي واتجاهي، وقتل فجاءت برأسه هنا، وشاب آخر أمامنا جاءته بصدره، وشاب ثالث استخدمت طلقات 500، هذه طبعا 12.5 عسكرية، وهي طبعا أسلحة ثقيلة متوسطة تعتبر. طبعا هون بدأ إطلاق النار علينا، ومما أدى إلى استشهاد شاب وجرح العديد من أهالي نهر البارد، ونحن يعني الآن لن نفك اعتصامنا حتى تحقيق المطالب اللي بده يتفضل ويحكي لنا حول الجيش. نعم احنا سلميين، ما معنا شيء، ما نحن كان في مندسين لا لا ما فيش شيء، ما فيش شيء، كل من كان على الشارع اعرفه نظيف، حتى العملاء اللي بيتعاملوا معهم لم نرى اي عميل منهم، لانه في منهم ضرب وفي منهم هدد انه ممنوع يتواجد، ولغايه الان مش موجودين. لا، هو الذي حصل احنا واقفين وقاطعين الشارع كما يقطع اهلنا في ببنين ولا بالبداوي الشارع، حاله سلميه، حاله سلميه، والجيش هو اللي اطلق احتجاجا على ما وللاسف فعلوا كما فعلوا بمار مخايل، بداوا باستعراض عسكري، وحادثه مار الخايل طبعا في كاميرات، لكن حاله عسكريه، احنا غير هاي الكاميرات ما بنقدر نتواصل مع العالم الخارجي. وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في نهر البارد مقموعون منذ سنوات طويلة، أهلين، لا نعرف كيف يمكن أن تتم مجزرة ومعمعة ضخمة يذهب ضحيتها 168 جندي لبناني، يقتلوا عدا الجرحى، ويقتل 47 فلسطيني مدني، ويقصف المدنيون وهم نائمون في بيوتهم أطفالا ونساء وشيوخا
وأطفالا، ولا يعبر عن هذا الكلام حتى الآن لم تسمع وجهة نظرنا. نحن لا نشعر بأن في لبنان حرية إعلام ولا حرية إبداء رأي. لم تسمع وجهة نظرنا في شيء من كل ما جرى حتى الآن. لا زالت الأكاذيب تلقى علينا جزافا من كل حد وصوب، ونحمل ما ليس له أصل، وما ليس له في الحقيقة أي أساس. إن أساس المشكلة التي جرت أخيرا في نهر البارد ليس موضوع موتورسيكل كما ردد الإعلام. وإن كان هناك مشكلة موتورسيكل، المشكلة التي جرى عليها الإشكال والانفعال والثورة والهبة هي الاعتداء على النساء في بيوتهم، في بيوتهم، على الأطفال في بيوتهم. ضربت طفلة بنت سنة ونصف وشدت من قبل ضابط من يدي أبيها. هذا الذي جرى استنكاره والثورة من أجله. لا يعقل أن تستمر الأمور بهذا الشكل. عقيد معمعم يظن أنه يمتلك الدنيا وما فيها، وأن الفلسطينيين برغش يريد أن يقتحم مظاهرة تعد 10,000 نسمة أو 7,000 نسمة بروفره ويعبرها من أولها إلى آخرها. نصح بأن يعود، لم يمتثل، ثم عاد وأتى بالملالات وأطلق الرصاص عشوائيا وقتل الشاب الشهيد وجرح من جرح وأصاب البيوت، حتى المحلات التي أغلقت على عشرات الشباب أطلقت النار عليها. وليتفضل الإعلام. لماذا يمنع الإعلام كما يمنع في أنظمة القمع العربية؟ لماذا يمنع الإعلام من دخول نهر البارد؟ لماذا؟ أين هو الإعلام الحر؟ أين هي الجزيرة؟ أين هي البي بي سي؟ أين هي المحطات اللبنانية؟ من أين أتت الأنوار بالمصادر العسكرية التي تقول أن الحادث جرى على حاجز الجيش؟ ومن أين أتت الديار بمصادرها التي تقول كيف وكيف، ومن مصادر عسكرية واعتدي؟ ليس صحيحا أي شيء من هذا القبيل. الفلسطينيين لم يفعلوا سوى التجمع وإشعال الإطارات كما أشعلت في مشارق لبنان ومغاربه من قبل اللبنانيين. لم يفعلوا شيئا أكثر من ذلك وقتلوا نتيجة ذلك. لماذا؟ إلى متى يستمرون في اعتبار الفلسطيني برغشي يجب أن تقتل؟ إذا متى تستمر حالة استعداء والعداء للفلسطينيين؟ نحن لا نفهم إلا أن سياسة الدولة اللبنانية تقوم على أن العدو الحقيقي هو الفلسطيني في لبنان. كذابون إذا قالوا أنهم يعادون إسرائيل، كذابون إذا قالوا أن عقيدتهم القتالية هي ضد العدو الإسرائيلي. هم عدوهم الوحيد الفلسطينيين في لبنان. ماذا يريد منا العماد ميشيل عون؟ وماذا يريد منا غير العماد ميشيل عون؟ نريد أن نسمع صوت عمر إكرامي وفيصل إكرامي، نريد أن نسمع صوت عبد الرحيم مراد، نريد أن نسمع صوت أسامة سعد، نريد أن نسمع صوت القوميين السوريين الذين يتحدثون عن وحدة بلاد الشام، نريد أن نسمع صوت المسلمين في هذا البلد، نريد أن نسمع أي صوت يقول أن الفلسطينيين مظلومين وهم فعلا كذلك. إلى متى تستمر هذه المهازل؟ نحن حذرناهم منذ زمن بعيد، لا تمتحنوا صبرنا نرجوكم، ناشدناهم حققوا فيما جرى نرجوكم. مطالبنا هي الآتية: أن ينسحب الجيش اللبناني نهائيا من مخيم نهر البارد، وأن يفك اعتقال مخيم عين الحلوي، وأن ينتهي اعتقال المخيمات وتحويلها إلى معسكرات اعتقال، انسحاب نهائي وكامل. نحن ظننا أنهم عرب فسرقت بيوتنا وأحرقت بيوتنا ونسفت بيوتنا، ظننا أنهم أخوة فعاملونا كأعداء وليس لهم من عدو يتوحدون عليه في طاولة الحوار وفي غير طاولة الحوار إلا الفلسطيني، إلا الفلسطيني. هذا هو ما هو موجود في هذا البلد. مطالبنا أن تنتهي الحالة العسكرية نهائيا، وأن ينسحب الجيش اللبناني من مخيم نهر البارد، أن ينتهي اعتقال مخيمي البداوي ونهر البارد وتحويلهم إلى معسكرات اعتقال. كفى 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 كفى. ليس هكذا تكون معاملة الأخوة. نحن لا ننازعهم سيادي يتحدثون عن السيادي. هو في عربي إله سيادي في هالأمة؟ هو في حدا في هالأمة إله سيادي؟ كلنا تحت أحذية إسرائيل وأمريكا في هذه المنطقة. من الذي له سيادي؟ عن أي سيادي يتحدثون؟ هل مزارع شمعة في المخيمات الفلسطينية؟ أين هي السيادي؟ مطالبنا التحقيق في مقتل الشاب ومعاقبة الضابط العقيد الذي أطلق النار وأمر بإطلاق النار وكل من اشترك في إطلاق النار، محاكمة ومعاقبة الضابط الذي اعتدى على النساء في بيوتهن، وبالتالي
العودة لنرمم العلاقات الفلسطينية اللبنانية. حاولوا أن يقيموا حربا فلسطينية مع السنة في لبنان في 2007، وبالتالي فشلت رغم آثارها الدامية حتى الآن، فشلت وإن شاء الله ستفشل. لماذا يستمرون في الاستعداء على الفلسطينيين؟ لماذا يستمر الإعلام بهذا النهج؟ إلى متى الأكاذيب تنطلي على الناس؟ مصادر الأكاذيب معروفة، كل شيء يزور ويشوه في الإعلام. في خبرة، في علماء نفس، في علماء اجتماع، في علماء إعلام بيشتغلوا بتحريف القضايا. إحنا نبقى عرضة لهذا الموضوع ونتهم بأننا كفرة ومجرمون وخارجون عن القانون؟ عن أي قانون خرجنا؟ يقولون القانون اللبناني، القانون اللبناني وغير اللبناني على رأسنا. مين اللي اعتدى على القانون اللبناني؟ بس عن أي قانون بيحكوا لنا؟ قانون بعلم حسن ولا قانون الطريق الجديد ولا قانون سعلبايا ولا طريق قانون عرسال ولا قانون وادي خالد؟ عن أي قانون يتحدثون؟ هل نحن لنا قانون خاص في هذا البلد؟ هل نحن لنا قانون خاص في هذا البلد؟ هذه هي مطالب الناس، ونأمل أن يستجيب مجلس الوزراء فورا وينعقد ويصدر قراراته بهذا الشكل. وإلا لن وشكرا.